لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد إلهي سبحانه وتعالى أيان غما هذين أيا كلن كان إلهي سبحانه وتعالى النوس وتقليه مسجدك مقالدة موس إنا كل كل ما ولا الله يجاري دا مقالدة ما أنت إلهي فضل جيس وحن إلهي سبحانه وتعالى كبر يا كلن كان إنا كدقو كلن بركيسا إلهي سبحانه وتعالى نحرستيسا وإلهي سبحانه وتعالى كسو دجيو وحن إلهي سبحانه وتعالى كبر إياه إنه عربكي قلبي يكسو كلمة حقه إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وإذن كان لديه إن أي قلبي إنه وأفره نغانا لديه وهذا الكدقي استاه كيسا ونأكسن الراعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب تأكدب ولا ليال كلمة دي ذا إن شاء الله تعالى وعن إلهي سبحانه وتعالى يسوه دردار مينا دردارا كي إلهي سبحانه وتعالى وإنه دردار مي كتاب كيسا كريم كاه أهلا سبحانه وتعالى وليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم
ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا إلهي سبحانه وتعالى قرآن الكريم كهولا ليال وحكدقي هنون وحكدقي نظام لما يسترن هو إلهي سبحانه وتعالى وقتلق لي سيستم أدونك بني آدمك أنت وكن نوليه وح والبا نلشي سكساب سن إنو كهلك بني آدمك نوح ككوبيه لبقى يبوت بو إلهي كأبور أصل كيسة إلهي سبحانه وتعالى لبقى يبوت بكأبور قيبي ودوبو ودولك قيبنا وروح دي إلهي وكو أفوف خلقه من طين ثم نفخ فيه من روحه خلق الإنسان من طين جعل نسله من سلالة من طين ثم نفخ فيه روحه لبدا قيبود بككوبي لبدا قيبود بككوبي هي وحي أباهناين إلهي سبحانه وتعالى كتاب كان بوغسو تجي سيدوكو هلي لها بني آدم كو أغن نولان لها لبدا قيبود قيبتا دوبدا أهي جركا أياك جوكا وحا قيبتاس مقال كيدو هي وجركين جركين مقضى جركاس دولكا لغا أبوري وحو كنولي هاي وحي دولكا كصوبحا مراح دولكا كصوبحاي إرغب كصوصاري أيو عنا يبقوطا أما حوله إلهي دولكا كأبوري أما وحي بدي سكسو بحي أي قوتا وكن ولا لا قوت كيسو تاسوي هذي كانوا دمان بابي روح دونا الله سبحانه وتعالى روح دا كأفوفي ذكر جيسة أيه كن ولا تا بني آدم كلا بيا هاي لبضوا إلي شو دين للترين وإن روح دي سورة أي هشاء وحي قوض الله شركي سنواء وحيلا قوض الله هدي وشرك كلي يقوضي والروح دي أن لقوض الروح دي والدمانيس هدي الروح دي كلي يهلو قابي جركي أن لقوض الله شركي واتبالي بيلي والدمانيس لبضا إن لوضوه لبدا سوكو سعودا مركا بني آدم لبدا إيبا سيدو كهلي لها إيو ميشو كهلي لها إيو قابكو أغنو لان لها با إلهي سبحانه وتعالى كتاب كاسو إلهي أسو دجيه سورة دا سورة الإسراء أول كيدا آيضا أوه ريهب إلهي كتل مامي أوه قرآن كان كريم كاهي إنو كهنونين أيو إنسان كان وضادا أغطوصا وحوالبا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وضد أغو التوصا أغو وناكسا أغو في عن
oo ugu faa'iido badan ya oo raaci lahaa bu tusinaya ku gaa ku hanuuninaya yahdi wuxuu ku hanuuninaya lilati hiya aqwam dinac kasta noloshiisa noloshiisa ibaadada noloshiisa dhaqaalaha noloshiisa faamilka noloshiisa siyaasadda noloshiisa dhaqanka noloshiisa shaqada dinac walba waxa ugu wanaagsan lilati hiya aqwam ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku hanuuninaya oo qur-aankanu xambaarsanya suuradda horteedu ilaahay ku tilmaamay aayadahan haddaan akrino markaa culimmada qaarkood waxay ku tilmaamaan alwasaaya dahabiya waa dardaaranno dahabka oo kaleeta laakiin dahabka wuxuu ka qiimo badan yihiin dahabka in lagu qiyaaso maaha maxaa dhacay waa kalaamkii ilaahay waa hanuun waa nuur waa iftiin ilaahay subxaanahu watacaala aayadahaas aan hadda wada akrinay walaalayaal ee suuratu israa ku jira ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamkan waxa ugu wanaagsan ee noloshiisa adduun iyo aakhira ay ku hagaagi karto diin iyo adduunye ay ku toosi karto baa ilaahay subxaanahu watacaala ku bayaanayay aayaduhu waxay ka hadleen cibaadadii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku bilaabay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu asaas kulli shay asaaska sacaadada anlaa tacbuduu ilaa iyaahu rabbigii subxaanahu watacaala ku abuuray inaad addoon u noqoto oo u hogaansanto oo aadan u shariik yeelin taasuu ilaahay amray addoommihiisa xaqa uu ku leeyahay ee uu amrayay ugu horeeya isagaa abuurtay cid kale ma abuurin yaa cid kaloo la wadaagtaa ma jirto haddii uu isagu khalqiga iyo mulkiga isagu leeyahay amarkana isagaa leh in la yidhaahdo khalqigaad leedahay mulkigana waad leedahay laakiin amarka ma lihid cadaalad maaha saas darteed buu shirkigu dulmi u yahay ina shirka la dulmun cadiim dulmi weyn weyn haddaa rabbigii ku abuurtay ayuu addoonkaasu inta diido buu makhluuqaad kale buu ilaah ka dhiganaya oo caabudaya dulmiga ka weyni taas maxay tahay dulmiga ka weyni maxay tahay inaad rabbigii subxaanahu watacaala ku abuuray ee kuleh ee adduunkan iyo kownkan milkigiisa leh isagu ee loo noqonayo ee aada u noqonayso aadan ka maarmi karin allaahu aladii khalaqakum thumma razaqakum thumma yumiitukum thumma yuxyiikum intaas afartaa ma ilaah kale oo aan idiin samaynaya ayaa jira ya ma jiro sideed markaa ilaahay subxaana wa tacaala idaan caabudayso ugu hogaansamaysana cibaadadu waa hogaansantay adiga yaa u hogaansantaa isweydiisa adiga yaa u hogaansantaa dadka qaar waxay u hogaansan yihiin ilaahay wuxuu ilaahay faro bay samaynayaan waa addoommihii ilaahay saasaa lagu yaqaan dadka qaar waxay u hogaansan yihiin shaydaan shaydaanku muxuu amraya ya wama yaciduhum shaydaanu ilaa uruura been iyo hoojin iyo khiyaano iyo hodid buu shaydaanku ku wadaa wax kale ma jiro maxay ugu hogaansamo siay u caabudeen isagay u hogaansan yihiino jaahiliyadii wuxuu yidhi xoolaha qaar dhegta ka gooyi qaar sanfatura qaar sidan yeela qaar raggu ha cunaan qaar dumarku yee cunin qaar hilibkiisaad cuni kartaa qaar maya baruurtiisa ha cunina qaarba waxbuu u amray ya dharkiisay u qaadan lahaayeen buu u amray markaasay u hogaansamay
markaas ay kaabada waxay ku dawaafi jireen iyagoo qaawan oo haweeneedu ay qaawan tahay sudhuq tahay ninku sudhuq yahay oo cawrada gacanta saa u saarayso wax kale aan qabin cibaado uga dhigay oo ilaahi subxana wa tacala yaa bani aadama وللمادن لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أبهن آدم إيه هو يدهن درك يا كسيبي شيطان ينزع عنهما لباسهما يئذ الله تعالى ما أنت يروح دركة دتك كسيبة دركة قابونا دركة أما ما أعرف إيش ذكرت تقول يا قف باوح قادنا يا وحي رهدين عليه قادر كأهايو أمر كابوين هايو بضنا كوي أغنية لها بس رويل عصب أو كون دولار طبعاً كون دولار شو قد سقط وهل كدلوا لنا يا بس هل كسر كدلوا لنا بس هل كسر كدلوا لنا طبعاً كنا دولار كسب 10,000 دولار هذانو شيطان حين فيه حامل شيطان يقولي هكذا ولا أمرنهم ولا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله هكذا عرق الدولي جركي بالذهن islaantii halkaanay feero iska marinaysaa ka way dhabanada maxaa dhacay sheedan wuxuu leeyahay dhalinyaranimo uu keenaya uu leeyahay dhalinyaranimo yaa say u labisan lahaayeen say dharka u gashan lahaayeen say timaha u shanlaysan lahaayeen mar way taag mar way jeedi mar way wada xiiri mar dhoor buu samaysan dhoor ba waagii hore soomaaliya waxaa ore jiray dhoor waa cusub baa soomaaliya waagii hore qadiima waxaa ka jiri jiray wiilasha baadiya dhoor baa loo samayn jiray dhoor dhoor waxaa la dhihi jiray wiilka meelahaasoo dhan inta laga xiiro halkaa xoogaa hirati baa loogu reebi maanta bacda 50 sano 50 sano 60 sano kadib waaba model baa la yidhi model intaanoo dhanaa laga hooli halkaana loogu reebi maxaa dhacay waxay gaaladii qaar baa saa samaynaysa iyaguna dukaamaa loo furtay meelaa loo furay war wax cusub baa wax wax shaydaan weligii samayn jiray yaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam markii waagaasuu arkay wuxuu ku yidhi yaa utruk kullahu yaa aw axlab kullahu ama timahan ilaahay ku siiyey hagaaji oo qurxi oo hagaaji oo nicmayso ku nicmayso oo wada daysada ya haddii kale iska xir kulligoodba laakiin qaar baan dayn qaar baan yacni dhaafi halkaanan koox ku reebi kooxna halkan kooxna halkan kooxna halkan toobin miyaa laii sameeyey ya timihi miyaa la toobay marka cala kulli xaal waxaan ka wadaa hadda arrinkaas yani jaanu isaga soo galay xadaradeeda ma aha intimaha laakiin waa tusaale dharkii baa ila galay yaa dharkii buu ka kari kari kakra wuu qaawinayaa yaa shaydaan baa markaa cibaadadu sideedaba cibaadadu macnaheeda waxa weeye hogaansan weeye marka shayga haddaa u hogaansanto waad caabuday yaa hadduu waxaas rasamay waxaasna samaynin waad u hogaansanto waad caabuday saas wey macnaheedu ma aha shaydaanka intaad oo fadhiisatay baad u sujuuday oo u tukatay ma aha macnaheed alam acahad ilaykum yaa bani aadama an laa tacbudu shayطaana innahu lakum caduwun mubiin wa an icbuduunii hada siraatu mustaqiim idan lama cibaadaa jira cibaadatu llahi wacibaadatu shayطaan نبعد آيات بالشيء لا تعبدوا الشيطان شيطان قال نهي ها عابدنا أن اعبدوني أن اعبدنا من ولا العباد وهو قانسا لا إله هو قانسا تؤدون إلهي باطل
هذا شيطانك هو قال سنت أضون شيطان بنقول والعياذ بالله وعدو قال يوري بقى لا تعبدوا الشيطان معنا إنه لكم عدو مبين إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وذلك الراعة يحزب قيس ويريا جهنم إنه قرو ودارتي دار دمري جهنم أيان قبر يدمانتون لأحتركن ذريته أجمعين سنك أيان كدلولين بويري سنك يا فروريها كحير فروري حر يا فروريها كحير أنا يا وهو قاعد سنة يا أنا هو قاعد سنة مركا إلهي سبحانه وتعالى مركا أول رئيس أهل كاسبو نقول هنو يا وهو سعادة الجد كأضل إلهي النقو وي قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كسوانا طعن سيقع مركيس الراع وامركيس يكون راعيسا الله لو يحيد نولوش هذا كسابسا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نولوش شيرا عبادة ذيدا لبس كيجا وقود كيغ الشقة ذيدا وحان عنيو وحان كن نولانيو قيري ذيدا نلش ذيدا كل قد إلهي بخالص نوعي وحي إلهي أمره مراعي وحي إلهي قرر وانكهري صلاة صغير تقول تاسا قلتوا أبوينو إلهي سبحانه وتعالى هو سيد الكواد وانا دردارن كواد بني آدم كواد دردارن كاللبال إلهي سبحانه وتعالى والد والد نبض يقول رأي ولا عدالة وإلهي هذوك أبوري سبب يكاغلي أبور كاغا سبب ويان سبب تاسو أباهي هويا يسوطة قوضة يكولن قوضة وأدوك الحقات إذن خلق قاقو لبض روح باقو سببها لبض يقول مرك إلهي محق وذوك حجي حق الخلق إلهي مسكرة سببتي أبو الكاغنة إيه لها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ساسو بوحيجي مركا قرآن كورتنا ساسو إلهي بوحيجي والدين تا مركا حق إلهي كقول لي يهي أوه قاس انتسا عوكم من حق لبدا والده مركا إياه حقه ديبو فهي إلهي سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما نغضان أو بيتكواد أما الله بضوضبا فلا تقل لهما أفن هذا أي كهذان هكؤرا هذا العيب أو كلاته هكؤرا هذا العلم أو كلاته هكؤرا يا هذا الإناء يعني أب نعيسو أفن تاسو هو يوحد نعيسو حديديسو هكو أرن وحديد موهك ما خاص من الكلمة ده أفكر يتراه يعني هذا لم الله بده أرن كرتا أوه ما هي نعم اسمع ساسمع هيا لك على تلام الله ليك كرتا ولا تقول لهم أوف كو هذا القص كامي مبنى هذا وجود كذا إيو تريتان كذا بس ما بيو هاي يا كو ولا تنهرهما عنانا دك كلام عرانا كرتا دك كلام هذا القلقلة كورك كرتا حاسك هاجي المها هاجي صاحب ضائيو شرقة ودك هذا شقي سطان إيو شريك هاجي دك كلام تقال أنا توي كاسات كورك كرتا هذا لا يلا لا ركوا أورك كرتا وح قلقلة وح عرانا وح هذا القرب قادتا كومدي كتديه ولا تنه كفل ويكفل نيد لكن إلهي واسي تأكيدنا وأتكيني ولا تنهروا أنت كريما أتكين صدحات وإلهي دنا كل رأيه وقل لهما قولا معروف هذا ويكفل نيد إلا ويراهضه هعاين أما عنانا أما هذا الأيك هذا هكو أرن معناه أنت هذي اللي ويري خلاص هذا الوراس كله هو المعنى ما نعكس قد وقل لهم قولا كريما بل هذا بالله ليسوا هذا البعض الحق والله ولا جلستوا وين هذا المعان هو نفس او قبو او دبع سن او قروح بدن وين هي
mid kale laga aqbali ma dhalinyaro maqlaysa waalidkii ya xaqiisu laa taqul lahuma uf walaa tanharuhuma waqul lahuma qawlan kariiman qawl kariim hadda waayadan dambe waxaa soo baxaya yani dhalinyaro badan oo waalidka siday ula hadlayaan subxaanallah aad moodayso isagu inuu dhalay maba ahaan karin inuu dhalay ya isagaaba waalidkii ah isagaa wax xanaananaya isagaa qaybinaya isagaa codkiisu kor jira isagaa maaragtay hadal kor u qaadaya subxaanallah war mawaada naftaada u bidahayn xaggee wax kaa mareen waalidkuna waa inay ku tarbiyeeyaan oo iyagu waalidkooda say u yihiin yaa ubadkoodana u noqonaya adigu saa waalidka ubadkaaguna noqonaya aljazaau min jinsi alcamal hal jazaau lixsaan ila lixsaan ya ninki biru abaaukum tabirukum abnaaukum yani waalidkiin idinku baari u noqda si ilmihiinu idinkana baari idinku noqdaan marka taasna ugu xajiya qul lahumaa qawlan kariiman waakfid lahumaa janaaxa dhulli min alraxma waa wasiyo afraad oo ilaahay uu ku farayo oo waalidiinta ku saabsan garabkaaga u raaray cibaade yacni macnaheedu waxa weeye u dabacsanow ya labada habeennimo haddee hooyadaa kusoo kaciso labada habeennimo soo kac guriga ka soo kac kaale supermarketka ama dukaanka alaab iga soo qaad ama meel heblaayo tag cala tuul orod baad ku tiraysaa adoo weliba jecel inaad samayso inuu hooyadaa ku tiri ama abaa uu ku yiri ya khfid lahumaa janaaxa dhulli min alraxma garabkaaguraraxsay dhulka u yaalla ay say doonaan u fuuli karaan say doonaan u amri karaan oo say doonaan u adeegsan karaan say doonaan oran karaan ya orod soco haye way soo noqo haye way sii soco waye way soo noqo haye way toban jeer haday ku tiraahdo min xaq xaq bay u leedahay hooyada abbaa xaq buu leeyahy adiga oo ku macaansanaya oo ku faraxsan waa inaad ogolaato maxaa laa haddii kaleeto dee garabkaagu dhulka ma yaala garabkaagu waa taagan yahay ya garabkaagu waa taagan yahay dhulka ma yaala hoos ma jiro ilaahay wuxuu leeyahy wakfid lahumaa janaaxa dhulli min alraxma naxariis adoo mujira siyada shanaad wa qul rabbi irxamhumaa kama ay rabbayaani saqda intaa markaad la timaado ayaad haddana u ducaynaysaa habeen iyo maalin habeen iyo maalin haddana u ducaynaysaa salaad walba markaad tukato rabbi irxamhumaa ilaahu labadoodaba u naxariiso kamaa rabbayaani sagiira siday iisoo tarbiyeeyeen anoo yar yaraantaadi ma ogide dhib baa lagaa soo maray dhib badanaa lagaa soo maray adigoo dhan waxaad ahayd imtixaan miiran ya wasakh miiran dhib miiran culays miiran wax aad tarta lama arko wasakhdaa lagaa dhiqi maanto dhan baa dabada lagaa hawa cuntadii baa lagu siin caanihii baa lagu siin waa lagu seexin waa lagu daawey waa lagu jiifin waa lagu ilaalin waa laga dabada lagaa waday intaasoo sano adooda lagaa wadaa hadda waxaa lagu leeyahay hal mar ya qul rabbi irxamhumaa kama rabbayaani u ducay bes u ducay ilaahay u naxariiso sida intaa iisoo wadin laakiin dadku waa hilmaamayaan dhalinyaradu waa ilaawayaan dadku waa hilmaamayaa waalidkan waxa uu ka soo maray ay ilaawayaan ila ilaah ma hamaraya abaaldhacuna wa fiicna intaas ayadaas ilaahay subxaanahu watacaala xaqi ilaahay iyo xaqi waalidiinta ayuu ku jaaday maxaa ka wanaagsan quruxda xuquuqdii ku xigtay buu ilaahay subxaanahu watacaala ku xijiyay qaraabadii ilmahaagii halka kale oo kugu soo xiilo waay ya ilmahaagi iyo qaraabada ya ilmahaagana ilaali oo hadili
وهذا كعب سنة يا فخري يا وحواء يا دباتها وكيس هذا يدل توصل نقطة يا هذا يدل تلبون نقطة قرابة دينا حق يا ذا جالسيه مسكينك حق يساسيه في الخير الصغير وآتي ذا القربى حقه حق لي ما حقوي حل الانتسي وحسين تسي هدي ما ركتي حول الليضة هاي أما وح الليضة هاي إن هذا مارت حرير السود قارسي السود يا هدي قاركو تذكري أتسين السود إلى آخره يا مسكين كان وآتي ذا القربى حقه المسكينة وابن السبيل زكري با إلهي وحكسي لبضوض المسكين كي يكوان با ليسو قريان إلهي سبحانه وتعالى وحنو قدقي حقا حوله إلهي نسي يا إنان كب حنو وحي حقه ونكسنا وحنا طريق لكن أنا بيلهين حقه أو مبذرين أمان قدركنا وإخوان الشياطين ولا لا شيطانك ولا لي يا حولها بابية ومال حاران كو بابية يا حاران وحا كو بابي إنا يا هنغطو سجا هنغطو خمري هنغطو قاد هنغطو زينو هنغطو بار هنغطو وحكالي وحي حاران هوردن ولغو بحيو ونقفك سوا إخوان الشيطان شيطانك ولا لي صاحبي ولا لي شركة حرام تقبحيه شدامك ولا الكلية أو قرقان أو قرب قلي أو حكفها فيه يا وحيسي وحكفها فيه يا أون انترنتك أيا كم ذا وحيالها شدامك سواء فوفير يا أو حن والله فافنا أما هنقضو انترنتك هنقضو فيسبوك أما هنقضو سوشيال ميديا أما هنقضو يوتيوب أما هنقضو سناب شات أما هنقضو انستغرام iyo kala 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 waxyaalahaas badan oo dhan oo social media isticmaalayo oo xumaan lagu faafiyo adiguna sheeydaanka acwaantiisa iyo saaxiibadiis iyo shaqaalihiisa iyo maaragtay distributoriskiisa kuwa wax qaybiya ee sheeydaanka mashruuciyadii safidiya ayaad ka mid noqonaysa cidda qaawan aad qaybiso sawirka qaawan aad qaybiso alaabta xun aad qaybiso sheekada beenta aad faafiso wixii xun aad sii sheer garayso waxaasoo dhan adiguna waxaad ka qayb qaadanaysaa ikhwaan shayaadinka aad ka mid tahay ee saaxiibadiis baad ka mid tahay col hala noqonay col baan nahay shaydaanka col baan nahay inna shaydaana lakum caduwun fattakhiduhu caduwa cadow buu nooyi cadowaaga seebad wixiisa u faafin karta سبب محيص هذا وصي شهر كرنكت كقيم بيكت هاي أرمهاس للي يردو آل هو قد يكتون هذا إيه فافنا يا بنت شعات حمانت يا حكم ذا يعني وميلا بضن آل أكتهاي حمان اللغو هاي يا أو أما يوتيوب هنغطو أما فيسبوك هنغطو يا أو مسلك اللي سكوت درو dadka in la isku diro xumaanta in la faafiyo beenta in la faafiyo ya waxa xun in alladina yuhibuna an tashi'a alfahishatu ha hebel wax soo sawir qaawan buu soo dhigay hebel buu soo dhigay heblaayo soo dhigay heblaay filim baa laga duubay hebel soo xasa laga sheegay hebel saasa la yiri hebel qol hebel hebel saasa la yiri hebel hebel saasa la yiri waxaasa wax ka buuxaan facebookyada iyo social mediayada iyo youtubeyada iyo waxa soo ka buuxaan sida kuwa kale to qaawanaanta iyo xumaanta iyo khamriga iyo zinada iyo qaybintada iyo qona qashay yana way ka buuxaan kuwa ka buuxinaya qabyaalada iyo dadka isnacaydooda iyo cayda iyo shacaadka iyo dadka muslimiinta inay dib ka sheegaan rag iyo dumar iyagana waa ka buuxaan hadda adigana meesha u soo fariisato oo u gasho oo maaragtay u sheer garayso oo u qaybiso wallaahi yowm alqiyaama adigana waa lagu soo taagaya waxaada waxba ka ogeyn oo waxba aadan ka garanayn ayaa adigana yowm alqiyaama lagu soo taagay dad baa waxay isaga maleeyeen social media oo lagu ciyaara waa lagu madadaashaa war meesha madadaala ma taala naar iyo janna taalla meeshaan ama wax wanaagsan oo khayr ah ka qayb qaado haddaan ahayn soo maaha ka xir ka gaabso laa tudkul idaa nahaytukum min amrin fantahu ha joog ha qaybin هكذا يمكن
حاضرين هذا جيسن هفافين هذيك والله خطر بدك جرتان ساعة لها ما شاء أذكر بحسن خطر وين بدك جرتان يوم القيامة آخر هذا بدك خمارة صار قل آخر هذا سكو خمارة أنا بجي وضن كله آخر هذا آخر هذا كله مرقى شيطانك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا هل قدكتون هذا مرقى أول عليها تذكي حقوق هذا ساكين قرافة دي هي فقهرة دي هي أغانتي يا حقه دي بو إلهي سبحانه وتعالى أكيد هو ذو ذاك كذبنا آيات وحي أتمنى معاملك معاملك أو لبا أرهن أي أساس أطهي مدي وحاوية بلانت مدينا وحاوية أمانة بلمها وحا سوكري وح كستا أو هشيسة أو أدقى شيء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا يا كومونك هادو كويا أوكو يرادو قريقان أمكو سيي قريقان بانكو سيي شركات باكو يرتي أجريمن تبقل الصحيح إليه الشيس قران أو أه guriga kiradiisa waxa loo isticmaali karo cida isticmaali karta qaabka loo isticmaalayo xaq adigu aad leedahay oo aad uga faa'iideysanayso xaq iyagu ay leeyihiin oo aadan samayn karin iyaga idin la'aantood waa kala saxiixanaysa adna waa saxiixi iyana waa saxiixaya dowladda معمول كاغ صوان هشيش بكل قليل برقات بوكسينية أصبار بوكسينية نعم بوكسينية حق حقوق بوكسينية هشيش بكل قليل وحاسية وحاسات مني سوى حاسية وحاس ما السماء يكرتين وبلان بعض بلان بعض دولة بكلا تقتل سيد النوروية أما سويدن أما ودن كلا أما دون كلا تقتل أمر هشيش بعد فيزا ودن قالت او قادتي وحال باهتاي جاينا ان الالاف كسو غدتو ان بزنس او تكتو ان تجاره او تكتو هشيس بي كره غريان اقولن يدو كيغ ميار تاينا تما او تجاره كسو او الالاف كيبستو ها او ان الالاف تاس اد كوسي انتفاع دا واي وكله فايدي سنه نادي بلا دلكو قلبا كوسينا ان دلك يغا ساس اد كوسو غلي كرتا هدا سو غشو وحاس يو وحاس يو وحاس يو وحاس يو وحاس واجب كوغو اه annagana waxaas iyo waxaas iyo waxaas iyo waxaas waajib muu ah waayahay baa tiri waad ogolaatay waad saxiixaysaa waxaas oo dhammi waa ballamo cuquud ilaahayna wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu suurad buu ku bilaabay weyna suuradaha qur-aanka ugu waaweyna suurat lmaa'ida ee ilaahay xuquuqda uu ku bayaanayey yaa ayuha aladiina aamanuu أوفوا بالعقود أوفوا بحيث وفيه أوفيه ما حي ما حي أوفي النار ربه بالله ما هي شيء سيد هذا أوفوا بالله وهدو قف كاس هشيس كالله قري أما بالله انت الله قري عدو إيه هنا قال مشرك وي عدو نوي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدوا ما يعداود إذن كد حيسا كوما وقلانا يسو إن أدوفين ويدو هشيسك الله كشي هديك الهشيسك كبح ميل عدو كبح وحتى هذا هشيسك عام وضا قلني يا أنا جب ما تكبر بعدين يجوا مي فادو وان كبر حي وهذا كبر قصير إنه خيامه أبو حك القصر وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ما هذا إن الله لا يحب الخائنين
عند دونان هم نقضانه إلى خائنين تمجعنا وبلمها خيانة وكبحة مجعنا إن الله لا يحب الخائن آيات القرآن إن الله لا يهدي كيد الخائنين نقر طولة إلى هم ما نوافجي يوانين نوافجي خائنة عند دونان هم نقضو مسلم قال هم نقضو خائن بيلي دوح خير يا آياتك الإلهي النبي عليه الصلاة والسلام أو قوات كيرير ولا تكن للخائنين خصيما هؤدو يدين بالي قف خائن الأقتين وحقيا يا خائن لو مضوض قرية عبد الله هدوية هاي ولالك هدوية هاي صاحبك هدوية هاي قبيلك هدوية هاي أقتها ينو نفتي سنة خيانة يضطك أنا خيانة ما أدودي كرت ما الدفاعي كرت أذك إلهي قانون أذك إلهي كبير نظام أذك ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وقدر ورمانت وإذن كان أدونك كن دفاعيه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم يا محامي أنقنا يوم القيامة برواية هذا ما أدونك محامي أنقط الله يرى أنقط ودفاع لي يا كي ريركا قاها كي قرابة قاها كي طبيلكا قاها كي نادركا قاها وطوكا قاها ودفاع لي يا وقاتلك هوا دفاع دمانت والقرس المرضات صارتي يا بريتو بريري لهي والوية مانت وأدو الدين أدونك ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا أدونك وأدو الدين فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يوم القيامة كل يوم سوتا وعد وحوذي كرتاري جرين وعد كرتا يا أدو ذي يا أدو ذي ما ديه كرتاري أدو ذي الله ينام قد عيد ما قد عديد حتى مرأ لو أقوله من قارك أنت ما هذا مركب أنت هذا قل لي هذا ولقري هذا ماشوا دمبيس لقري يا دمبيس هذا لقري ماذا لو ذاك ما يا ساس درت ولهي بلمها إن أتكيو وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إيه أمان هذا معاملك وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا هذا تتكلم معامل إيسان معامل عدالة أو توصن أو استريت كل هذا أو ميزان أساسيس هذين اللي تري الميزان حقاك قاضو يعني حق إساسي العقد بعد قاضتي ألابت إساسي ألابتي بعد قادتي لعقتي سسي مدول بحقي سهقاته وحقاقا كدي من حقا وحقاقا هذا كقدر ستقولك كنا قادم سيدينه بالقسطاس المستقيم وأقيموا الوزن ولا تقصوا الميزان هذا إلهي سبحانه وتعالى لك الميزان كأسو كتاقي عدالة تس بيكون لسطع يذكر هو الدين لله يا ميزان كأي عدالة تس بيقول راح لك صعوتها وضيع لك صعوتها وحدوك صبحية ومالتك إيمانيسا وهبيكك إيمانيا ودلك إمارتي إلهي سبحانه وتعالى ونغسية نلوشا وهوديك صعوتها وروبك صعوتها وبدي برهك لغمريا عدالة داس إلهي وكوك لوضي النظام كاس عن ديلينه يا أو سوافق سن أو حقه إلهي كتاقي بيقول صعوتها جمكا ديكرو فسادره هي بربور الله إذا ذكر إن جونا هي إن بربور كاسكيني ليا سبحانه وتعالى أنا عامل كولاس أبو صلنا ولا سبحانه وتعالى بصوت كبيرك ولا تمشي في الأرض مرحا شنو عدبت ولا حقوق الكهل عبادة الكهل ومعامل الكهل هي عدبت مركع أطلق ومريس أما دفن خلاص ما يصير عدبت هذه بالنسية هنوك لولك إلهي كبر أخبر واحد كو كبرتا مذي الله هذا عيما وقوقا لولك مدلولين كتعمل حب بعد هذا تورا هذا لولك مدلولين يا ما ذي كبر وصعنا لولك تقال قاضي يا عارف بعد ذلك أن يرى لولك مدين فين حنون سيها لولك عبت مدين كريم أساس قد غاد ما يقدر ترتيب صعب لولك إلهي ترتيب صعب تواضع
هذا عي تبر يحوق عاد كو كبير تمريد يا كبير خيله سبحانه وتعالى كبير يسكنه كبرياء لله وقد لك لما تدرون كتب كبير إله بورهنا مقالي كتب دار يا وحاسي ضعيف كاي مسكين كاوات يا دبيلي أنا زيت ماذا حقيقة توريس مركا مسكين يوم ها كبر كبير كده قولك لما تدرون كتب بورهنا مقالي أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إلهي سبحانه وتعالى وحاس أرمهاس ونفريه وحكمت يهنون ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكم ساس بي معنى مركة فسرات أطهي آيات سورة هران كذا وإلهي يري إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إنت هدي لغدق مو رشو الله ونحسن بين قنيسة عدالة الله دقني لبض إسقب عدالة بقوضة دقني هوين يدونيك إذا كما حد قد بيس نينكو حاسكي سا كما حد قد بي عرورتي سا كما حد قد بي عرورت والدين تا كما حد قد بيان حقو دي مرافيان مسكينكي إي قرابة دي إي لغما حد قد بي مسكينكي إي قرابة دي ما حد قد بي حقي سيبوه إلي موجودا يا تبتيو دل معامل بيكون دقميان عدالة يا أدوه مدلو يمد فقبة عدالة بدكولا دقميسا بالله مهي بدؤو في نيسا إلهي سبحانه وتعالى ربي قابدؤه قاسنت هاي أو كو أمري الرمهان أدوه نوشا دي بيوحي أطهي عافمات عافمات أطهي فولا ليال عاني صدر دارمينا إنان هنونك إلهي سبحانه وتعالى قادم كتابك إلهي أكل دينان ومضان إسلامك إيا الدونك أودن أيا وحو أباهن يهي كتابك أن أباهن داونا كتابك أن باوء حلنا إساقاوء حلك لتنا مجريو مركي أي صور يرتب بشريط إيا بني آدم مركي صور يران أو صور باب آن يا آخر كهلك الله يسوء إمان دونا كتابك إلهي سبحانه وتعالى ادير هذا وي كل باني ساه وي كل باني وي كل معاسم ادي نبرك اجيدي سنة شق نميك قادي يدباتو خاصة ضدك مسلمين تا اير رميي اي كتابك الامن سن اي هدنا انكو عمل فلي اي هدنا انكو نغمي هاي اي هدنا ان لحوظ اسكو حكومي هاي حكومك وحاي اماليها ضدك كريا انو يهي نمنك مضحضة إيو بقرضة إيو الدولة لها إيو مدحوين إياش إيو إنو خصيه كتابك إلا إلا إسكو حكمه شرع هذا إلا إلا إسكو حكمه إنتاو حكه الرئيس قف كستو مسلمة وحالا قرب شرع هذا إسلامك إنو حكم سيو حكم إياه إساقو نفتي سهرتها كو حكمه نفتي سهرتها حكمه أدوه مساجد كي يشنتي وقتي ما توكتا ما إلى لسا هداد إلى لسا شرع عليه السلام قال حكم تي هداد إلى لسا ماذا حكم زكاة هذه ما بحيصي زكاة ما اللي قول لي ما أكتهي ما قول حساب صنتهي رقي يضمر متكاتهي ذهب يا العق وحده يستوى بيزنس يا تجارة وعايز يستوى دول يا هنتي وعايز تحوله يا من وعايز يستوى هذي آل حساب سي أو وقت جاي دكوا حساب سي هاي أو آل أنتي لو بقولها بحسي حقي يا شرع الإسلام كواد حكمتي هذي كله شرع الإسلام كواد حكمي ستجاه ورا طالع قال إنه هو حكمه هذي هو حكمتي شرع الإسلام في كتابك إلهي سبحانه وهكذا واجباتك إلهي سبحانه وتعالى صار هذك مسلمين تايوردن ليك صار أنت إني حكومان أو إسكو حكومان أديك يحاس كأب سيدك نقطان هذا إسقابتان ما هاكو نقطان قبل ده إني كأب إسقابتان ما هاي كون نقمان ما كتابك إلهي بيكون نقمان بس وحكة دول أو غفل باخر كلا جو حد قدبه
oo dulmi sameeyo oo ninkii dulmi sameeyo gabadhii dulmi sameeyso oo la isku baaba la isku dhibtoodo miyaa samaysaan qof walba qof kale ka aarsanayo isleey ka aarso haddii dhibaato dhacdo mase kitaabka ilaahay baad u ogaansantaan oo xukunkii islaamkii shareecadii waxay ahayd baad isku xukuntaan oo ku xukuntantaan xuduud ilaahay bay yitaalla meesha tilka xuduud ullaahi falaa tactaduuha masaajidadii iyo dhismahoodii iyo camiraadoodii dhulkii iyo ka shaqaysadkiisi iyo arsaaqdii ilaahay subxana wa tacala cunideed ma xukuntay adiga lan islaamku wuxuu na farayaa nolosheenoo dhan saashan yaa shaqadaadii inay dadku shaqaystaan inay dadku dhididkooda cunaan inay dadku gacantooda cunaan inaan cid wax weydiisan yaa cidba inaanay wax weydiisan ama dowlad ha noqoto ama qof gaar ha noqoto laa tasal naasu shay saasuu islaamku tashjiicinaya taasuu dhiirigelinaya ninka u yimid nabiga calayhi asalaam baryey yaa oo welfeerka weydiistay mase baryada weydiistay mase wax weydiistay wuxuu ku yidhi nabigu calayhi asalaam orod xariga qaado xariga orodo wuu siin karay laba dirham ma saddex dirham uu ku noolaa wuu siin karay wuxuu yidhi orod xariga qaado oo maxaan ku sameeyaa buurta aad shabadyadaas aad xaabo ka soo guro suuqa keen iibi qolyaa la shidanahay iibi oo waxa ugu fudud beerna maadan soo falin xoolana maadan soo gadin markaasuu tegey asbuuc ka bacdina u arko waa tegey xarigiisii uu qaatay xoortii wuxuu ku jarbaaday xaabadii buu soo guray soo noqday magaalada geeyey waa iibiyey shilin laba shilin waxbuu ka helay waa ka cashay waa ka cunay waxbuu ka masuurtay waa baxay haddana waa soo qaaday waa baxay haddana waa soo qaaday laba shilin saddex shilin waxbuu gaday waa cunay waxbuu sadaqaystay isagiiba awal wax baryayay hadda waxbuu sadaqaystay markaasuu nabigu calayhi asalaam lian yaxtatiba axadukum midkiin inuu xaabo soo gurto fayakuf allahu bihi wajhahu wejigiisa ilaahay kaga dhowro inuu cid wax weydiisto wejigiisa ilaahay u dhowr u ilaaliyo khayrun lahu min an yas'ala annaas ayaa uga wanaagsan inuu dadka wax weydiisto kii u yimi oo xoolihii wadanka weydiisanayay sakada ahayd iyo xoolihii uu nabigu hayay calayhi salaam way tilmaam ya mama lama hadda waa afkan ku haynaa meel kale buu ka cimilaysa ana afkan ku hayaa afka marka ayuu ku yidhi war xoolahaanu baytulmaalkan uma banaana cid kasta inay wax iga weydiisato ee ciddii baahan yaa ama sahaydu ka go-day ama dhibaataysa ama faqiir ama miskiin ayaa wax laga siinaya laa taxilu lmas'alatu uma soo bara inay wax weydiisato ama baryo marka saasuu u dhiirigelinaya markii ay saxaabadu yimaadeen madiina la yihaha cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu canhu tobanka mubashariinta ah ka mid ah isagoo waxba haysan xoolihii dhan kasoo tegey wax walba kasoo tegey ayuu madiina yimi lasoo hijrooday maka laga soo gaaladiiba maka kasoo saartay xoolahoodii dhacday waxba ma haystaan shil iskuma furto qoladii ansaarta ahayd waa tuu la walaaleeyey nebigu calayhi sala salam nin buu u walaalaysiiyey ninkii uu la walaalaysiiyey wuxuu yidhi xoolahayga ila qaybso beerta ila qaybso ya wax walbo aan haysto ila qaybso ya wuxuu yidhi reerkaaga iyo xoolahaaga iyo beerahaaga allah kuu barakeeyey suuqi may tusi kartaa wadadiisi wadadii suuqa may tusi kartaa dullani cala suuq ya dullani cala suuq mdihin waxaa nus ii goyi yii dullani cala suuq suuqa may tusi kartaa suuqii buu tusi magaalada waa kaa suuqii magaalada suuqii buu tusi khibradiisi buu adeegsaday iyo waayo aragnimadiisii
بيع مشتك عوك للدلالي كانوا يقولون الدلالي كان كان يسنا عوك للدلالي عوك للسمي كسب وكسب عقبها أسبوع كذب سلوى أسبوع كذب أي النبي عليه الصلاة والسلام كان نكيو دلال إيو برفون كسو عرف وريا عبد الرحمن هاي ما عرف كسو أولين بيا جورسدي ها هو جورسدي بيده هو اللي أنصار بالجورسدي يا أم حاد ما أقول إن لفت مير الدهب ميزك مركز إلى الله كبرك هي أولم ولو بشاتن يا مركز ما هديه عاد يا كرستي إلهي كون صخري يا ولي مدي مركز سميه ولو نف حن قذاه يا صحابتك وعنتيسي يا مرتقان كسم إذا بولي مدي مسلم مركز سلام ودي رجلي يا ودي رجلي يا يعني شقده هنا يتهاي سيد الجهاد في سبيل الله أكبر جهاد في سبيل الله إلهي درتي صلوات دقاء لمرديك الله داري إيه وحا إسبر بريالة إن الأرورتي جرمادو صوشا قيصد أما دقاء حجبيسي أما شركتك صوشا قيصي أما بابور ودي أما دبرك هذا وحقوق هاتي أما دقاء نغشي أما دول حاق دي أما بيرقود دي أما حول الرع دي إلى جرماته وآدم فردين أدوك هذا وحقق إلينا يا unemployment شغل عام فلولي إسلامك أصلا مو أقل شغل عام قفلين ماذا أقل بوابة عباده سيدي مرك الله أرنك رادتك مسلمين تأها وحي أماركتي مان طردن كتب الشقين أيان حول بلاي شهر إيو سيدي كالسحراني حول سكيرا تجيفتان إلي العقاطة بس تاس إسلامكم مرنا مغطر دينما وأحنو لدك الله لدق على ما يسلم بل فيري إلهي سبحانه وتعالى مركو كواجبيه مسلمين تا النبي عليه الصلاة هبينك سلاة الليل نيتو كذان وهبينك انتي سبضان أي سوت شيدان واجب على يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أوزد عليه هبينك نسكيس أما وحير كذان أبا عقبضا أي سوت شيدان مركا يقول ابتوذان إلهي سبحانه وتعالى آيات ضمبه أيو كذا فوزي ارنكاس سببه مرك اله وقفل دي هبنكي اني صلاه سجدان ولهدي يا علم ان سيكون منكم مرضى كو هل كفوين قرب حنوسن واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله كوحد الله بعد وكوحبوا إلى إلهي جرمالي سألورتي والرزق إلهي مادريس كوا درت ودنا صلاة دي هبينك واجب كالواني كده جيه ثه سألورتي جرمالدانا وش قتلتان وأفوفتان وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فضل إلهي مادري وفضل إلهي رزق أدوك بوحد ويدي محاك هذه أدقى فقير إن أدقى أهاتو فضلك إلهي أدوك يلا دي أدونك بقلال تريليون أو دولار بمالي تنوك لبديش أدونك يا مقور هيسا بورصة استوغ أصلو مقور هيسا مسوحة همي جينا إيو هي جينا كريا ويهي يا كونك خرانا نلوز وطورا مسا واحد نكون همينينا كم كبليين ايا له سوغينا خيرن حق قادم وقيم خيرن وحوالا ارزاق الله الهي تعالى خيرن انهم يبتغون من فضل الله وفضل الهي ويه رورتي والقيمين يا مرايب سودي قيسا ارزاق الهي قيمين يسا النواه رده
نندل يراباتاي حوق باتاي لباتي جرباتاي هردا دوما بحيصا مش قيس وحمبرت دين مبرت الدنيا مبرت مش قيست عدم مصروفت هذا نقنس امر سيد نقنس هاو كم هاو كم يا نون حنون حقي مخويا لا انتس محاله وقفلا دد وحمد ترتد العق ما سوق جليسد عيد ما كفاره قادد واخرون يضربون في الارض دول كالهي بيسعوني يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله علماء وحي القران كا حكمة الرب ماها حتى آيدها لك الهرمرين أي كلمات لك الهرمرين وأول بحكمة لك صعب جهاد كيبو إلهي وكهرمريه شقذي يرزق رهن انتي بو إلهي كهرمريه أو جهاد كبادة لطيب لك الكاسو يميش الله كتسمى فضل جهاد حق حديث كان النبي عليه السلام نما الصحابة الله فضل إياه أيا وحيا كان نندن يرى حقوين يا او سوق يمرهس اردى يمسح حوله ود مركاسي راهدين لو كان هذا في سبيل الله من كان حوق بدن او يا مرغيده واوين يا اللي راه تصور مرغيده جيم كي يكون سو دسان هذا ما حد جيب قد يسايا هذا انا وحبي كيني انا وحبي شقيني والله مصروفه انا والله يا حبر يو كومون يو بهالكي يو بريو يو اسوغ اي جاك يو صنع مع عوقي قطرة جيم كي محوط راي خسارة ويه جيم خسارة جيم خسارة ويه يا مركا وحي الاهدين ساسو كلي فهم سنين غلط بي فهم سنين وحي سلحاين جهاتكو وحوي ننقال حوقي زين ودقال قلو مركا النبي عليهم وصحي يو الله فاني لو كان هذا في سبيل الله بي مركز روحي إن كان يسعى على الأرملة والمسكين فهو في سبيل الله هدو قوم مساكين إيو أغون إيو محانكو شيغاي مساكين إيو إنو مصروفه وأشقين إيو جهاد بكجرة وإن كان يسعى لتعفيف نفسه هدانو حتى يعني كواس مصروفين نفتيسة نفتيسة إنو بريك دورو بريو إنو كدورو يا أما عد بحد هدو الشقين ينا هو أرد ينا فهو في سبيل الله جهاد بجرين نفتيسة إنو كافي وأنا عد بحد وعد بريو هادو عدك لو احترى هنا كما صيف يعني مركا اسلام كواكا فهم كيسو اسلام كفهم كيسو واكاس ارزاق قد الهي سبحانه وتعالى ما انت لول كان تالا ويكبض انت هاي مدة تالا النوروي مدة تالا السويدن مدة تالا انجليز مدة تالا ويكبض انت لكن حكومة أهان ولا ما صوبحنا شعب أهان ولا ما صوبحنا الله بدأ إنه بوا هذا يصنع ما دولة ذاك لي يا مام الله نعم مام الله إيد وين بقاضي قفك حلق هذا إيد قد إيد وين وقاضي لكن متشرت أمض دولة كلية وحكون نقطة شعب كلفتك سوينه شقية شعب وناكسن او شقيسته او شقد قيميه بعد دولد وناكسن كصوبحدا شعب وناكسن او وعيله او قرشله بعد دولدنا كصوبحدا في عاد شعب حنا دولد حنا كصوبح دولد هو من الشعب شعب كروه من الدولد ما كره حران ما كلام مارمان يا مركي نغو انت اذا انت اسكدين يا اسألين تأييو وحما ما ترتو يا هذا الكيئة أرزاق الدواب وحداي قف والباه ريسا كجيس
oo inta aqtiis ah ku jist oo hal soo baxo oo ha ka shaqeysto oo sidoo u farsamaysan laha yadrimuna fil ard yabtaguna min fadli llah ha samay fadliga ilaahay in karadi walla wada dhargi laha wallahi walla dhargi laha ya xoli waa buuxaan dhulki waa buuxaa badi waa buuxdaa bari waa buuxaa waa laga qatayaa nin caraba maalin dhaweyd meel aan ka khudbaynayo wuxuu ugu yihi markaasaan waxaan ku yiri waxay ahayd baan u malaynayaa Austria miyay ahayd mise maaqaan wadan meel wadamada Yurub taa ka mid markaasaan khudbaynayo waxaan idhi ah Finland baa dadkii Soomaalida ahaa waa dhammaadeen waa le-deen abaaraa baabi'iyey xoolihii waa ka baabi'een nimanyow dadyoo muslimiinta ahaa loo gargaara dadkaas minbarkaan ka khudbayay jimco mara khudbadii kadib nin caraba imaaday caraban u malayay kolley nin muslima oo soomaali ahayn buu kasuu xil kaalay idinka wadaadadiinan ayaa soomaalidaba ma aragtay baalka maxaa ugu sheeg weydoon waxa ku tiraahdeen baan maqlay kalluunku waa xaaraan lama cuni karo war maanaan oran baa ila annaga maanaan oran kaasu kalluunka ma cuntaan maxaa gaajisa ugu dhiman kartaan badii adduunka ugu weynayd baaba haysataan maad kalluunka cuntaan iska daysaan waxa kale ya kalluunka kaliya ma cuntaan buu iska daysaan waxa kale ilaa wuxuu arkayaa dhulal halkaan oo arin aan haysan lo'na aan haysan sida Norway oo salmon fish iyo kalluun adduunka ugu dhoofinaysa ku cunaysa habeen iyo maalin maaratay lacag ka soo saarayso adduunka soo saarayso ka tijaarisanayso ka waxaysanayso kalluun un kullo ya risqoodiiba ugu weynaaba kalluun u noqoto miday beeraan iyo mid u soo baxa iyo miday yaa sida batroolkii oo kalaato dahab ka guranahay maxaa kalluunku cunaysa badii ugu weyneyd afrika haysataan maxaan waa ka qatarnahay taas waa runtaa wey wax aan kala soo baxno iyo waxaan ka cunno midna ma jirto waa iska fadhina xeebteeda fadhina iska daawanaa bas waxaan leenahay badda ugu weyn afrika intaasaan iraahnaa intaasoo ku filan ya annaga kuwa iyaga maamulada hayaa naga sii daran kuwa siyaasiyiintaaba naga sii daran ya kulligay waxaan nahay wax waa iska wada soconaa waa iska fadhinaa meesha ya ummada kala daldasha ummada kala gurta ummada kala ka ceysha ummada kala waxay rabaa ka samaysta ya annaga waa iska dul fadhinaa ya badana iyo wuxuu ilaahay xikmadaha uu ilaahay u sameeyey badda qur-aanku ku sheegay ilaahay mar hore oo aayado badan huwa alladi wahuwa alladi sakhara albaxra baddan muxuu ilaahay u sakhara ila wana dumin kartaa adduunka dhan bay dhaqdhaqi kartaa muqtaal minute bay ka sulusayn waa bad biyo weye adduunkan aynu ku noolno hal mar bay qarqin kartaa bani aadamku ilaahay baa ka haya oo dabciyey oo noo sakhiray oo in laga faa'iidaysto keliya ka dhigay yowm alqiyaama marka uu sii daayo adduunka dhan way qarqinaysa bal dab bay isu bedelaysa ya marka ilaahay baa sakhiray oo noo duleeyey oo noo cabiidiyey inaan ku cunno maxuu noogu cabiidiyey wahuwa aladii sakhara albaxra lita'kuluu minhu laxman dariya kow watastakhrijuu minhu xilyatan talbasuunaha alaab laysku qurxiyana oo kala soo baxaysa allahu وترى الفلك بواخر فيه دومه اي مراكب تيرا وضل مريا ما دقيان وعلوسهن ما دقيان ولتبتغوا من فضله رزق وصلت التجارة دي وكرة صعوت دومها مراكب تسكال قادي سبرور يا على عبت جينا لغوصة سمينا يا dukaankan kiwiga aad ka soo gadanayso ya ma kala go'do cirbadaas made in china ku qoran kiwi kasta oo aad tagtana way taallaa maalin lagu oranayo way dhammaatay ma jirto xaggee soo martaa yaa soo qaada watara alfulka mawaakhira fiihi walitabtaguu min fadlihi intee baa ku nool kii jayriska ahaayoo sameeyey isagu alaabta kuu ka soo qaaday ya kii uu ka iibiyey oo dulaanka u ahaa kii doonta soo saaray konteynarada kusoo guray
كي بدا سو مريي كي سو كحيي كي الى دكد النرويج كاني كي دكد النرويج كسو دجيي بل ادوغو كو فكر انت اي سو مرتي غعن الى اي كو تباد تاس اسكا ودا في حبه الروتي صباح ولا بعد كسو غدانيسو دكاني مي قغع مود اي سو مرتي لا سو بلاو دولكا مركي حبه لو توري او قمديغا لا سو ساري دولكا ninki ka shaqeeyay nimbaas waxa uu majarmaadeeyay qamadigaas uu soo sameeyay ya waxa soo dhambi fadliga ilaahay bay cunayaan soo ya adna waxa aad rabtaa inaad noqoto kan u dambeeya kaliya oo iibsada bas kan u dambeeya kaliya oo cunah bas consumer balaya consumer ya waa mustahlik bas soo waxa uu sameeyay soo waxa uu cunaa kaliya bas ya waxa uu cunaa شيلن كوكو عوني لهانا حتى ميدو شقيستي ما ما شقيستو شيلن كان مركا بني آدم كسيدا آس أدونك كا أدو وح مصين لهي وح مو أقلان لهي حكم مو أقلان لهي شرف مو أقلان لهي سياسة مو أقلان لهي أدونك حوق نكو يش مو أقلان لهي وح محا تسين لهي القدقة ساسا هيدا أنا كويدي إلهي سبحانه وتعالى مركا وعادل أدون كأن إلهي وحوق تلقلي إن لغو دقمه أو أصعده أو لعمره هذيك لاتو أدونك وخرب ميا أدونك وخرب ميا أدونك وإن لسو صعده وإن بني آدم كنو على هذا يا تدوه ذا مليار ما سديد ذا مليار أدونك أن دول صارا سديد ذا بليون أروح انتظو دي شغضو دي iyo staff code iyo transportation code iyo mootsalaad code adduunka korba laga maamulayaa aaladuna waa insaankan way marka la shaqka midba midku ka saaciy badan yahay ka shaqo badan yahay buu adduunka ugu horeynaya kana daraja sareynaya wa adduunka aakhirana darajadkeeda ka darano iyaduna amal iyo iimaan bay u baahantaa ya انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا هادوك إلى درجات أجل آخرنا درجات أجل تذكرها أنواع لاسم بين القنيان مد أدوني آخرة درجة له مد أدونك كلية درجة كله آخرة وحقوق لها مد آخرة درجة كله أدونك وحقوق لها mid aan labadaba wax ku lahayn mid labadaba wax ku leh ya kamaysan adiga fikirayso bal meesha kaga jirto adigu adigu is xisaab is qiyaas insha Allah ta'ala hanun kaas walaalayaal waxaanu ka qaadayna aayadahaas ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan soo dartaa arbayna marka diinteena iyo hanunka iyo kitaabka ilaahay ku dhigalaan saacadada adduunka iyo sharafteeda iyo raaxadeeda nolosheeda wanaagsan nidaamki iyo systemkii lagu dhaqmilaa halkaanu ku jiraa gurigaaga ku dhaq naftaada ku dhaq ya in aad ku dadaashaan adduun iyo aakhiraba ilaahay ba iska leh labadaba isagaale idinku u hoggaansan inaad labadaba ka shaqaysato wala tansa nasiibaka min ad-dunya wabtaghi fima ataaka allahu dar al-akhirah wala tansa nasiibaka min ad-dunya ya gharba ad-dunyadii ka saaraya maashi الدنيا إن لقى صاروا ماشى هذا النظام وكانن الدنيا ماشى عن الكجرين يا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين إني جاعل في الأرض خليفة إلى ما يراهده حكمة بقول كان أكاني بني آدم إلهي سبحانه وهنا الخليفة هذا إني عبدان مرك الدنيا شقذاد وماشى وكجر توا قيبك آخرا لكن كمل غالبا يقول لي الدنيا لو كان اسكب دافيه لو دبا مش كوم صح ماك الدنيا ان اخرك كفضش اخرك كان له حساب لو ديديا لكن الدنيا ان كش قيسان على الروا ان هي اهي ددك مسلمين تاع ان يغ الدنيا ددك اسخران او خديان دكتورك هو وناكسن المسلمين تاعك تقدر لغيرها اسبتالك هو وناكسن تقدر لغيرها المسلمين تاعك تقدر لغيرها جامعة دوغورا كسدت كنا مسلمين تأكتلك ألم بارك الله
jidka ugu wanaagsan la maro dhulka muslimiinta in laga raadiyo diyaaradda ugu fiican la maro dadka transportay u sameeyay dhulka muslimiinta in laga raadiyo raba hakeena khulqna adduunka iyo aakhirada meel aan islaaxina leeyno haddaad marka aad hawsha gabto dadka loo ilaahay subxaanahu wa ta'aala u sakhiray ama gaal haadan ama muslim haadan adduunyadu waa inay socotaa adduunyadu ma ku fadhiisanaysaa adi haddaad fadhido oo hurudo ma fadhinaysaa adduunyadu ma fadhiisanaysaa makhluuqaad iyo xikmad baa meesha ka socotaa marka walaalayaal inaan ku dadaashaan adduunyadiina iyo diintiina dhalinyarada waxaa leh waxbarta waddankan hadaad joogtaan waxbarta aroortii kallaha oo xadaaradan qarbiga ha ka qaadanina keliya inteedii aan sheegnay oo ahayd uu shaydaanku inuu maaratay ku maaweeliyo waqti u qulumiyo yaa surweelka sidaa loo xirto maaratay saa laysu yeelo sportiga saa laga fiiriyo xagga timaha loo xiiro xagga maaratay surqalka laga tuuro meeshaan laga dilaaciyo xagga laga waxayo xagga laga waxayo yaa hada dhalinyaradii soomaaliyeed oo dhan waxaa arkaa maaratay halba un waxyaalahaas unbay ku dayanayaan yaa ama tag maaratay norway ama tag sweden ama tag england ama tag ama oo maxaa dhacay jaamacadda oslo haddaan tago lek oo libraryga aan tago marmar baa tagaay lix dabaq ayaa ilaa habeenkii 19-ka ayaa la fadhiyaa oo waxbaa la baxsinayaa waxbaa la qoraya xor rajadiya ma ujeedo kuwa dabada ka xiran iyo jeegada ka xiran midna ma joogaan meeshaas ma joogaan waana kuwa adiga ku xukumaya oo nidaamkaaga maamulaya oo subaxdii berito adiga oo indhaha isku haysta aada u dirsanayso warqadda oo aada leedahay halayi ogolaado kunka korona cayrta ah oo aada baryayso adoo surweelkuna kaa dhacsan yahay timuhuna ku hoolhoolan yihiin adduun iyo aakhira midnana aanayn aada ceeb wey taas maaha qof muslima naftiisa inu waxaa u kuuro dhalinyara maaha inuu waxaa u kuuro hurdada ka kaca odayaal iyo rag iyo dumarba waqtigiina ha luminina masaajidda mararka qaarkood odayaashii baa ku yarba leeyahay dhalinyaraa u badan mase dhalinyaraa u badan odayaala u badan oo dhalinyaraa maqan labaduba waa inay joogaan xaggay jiraan xaggay jiraan xaggee ku maqan tahay ya sida shanta waqti la rabo in halkaa lagaaga helo ayaa shaqadaaduna noqonaysaa haddii aad tan ku najixi weysa taasna kuma najixi waa for sure ya haddaadan rabbi straight kula socon bani aadamkana straight kulama socon marka ha laga faa'iidaysto fursooyin oo waqtigaa laga faa'iidaysto oo wax hala barto oo hala shaqaysto oo hala isku kalsoonaado bacd allahi naftaada ku kalsoono oo dad shaqaysta oo aan waxay ahayd inaan ku faano oo dowladda norway ama dowladda sweden ama dowlad kada aan idhaahno annagu canshuur baan bixinaa laakiin waxa ugu yar ugu yar ugu yar baa nahay communityga qaata musaacadada loogu talagalay dadka caamka ma aha ina la yidhahdo cagsi idinka ayaa wixii musaacadaad annaga aan bixinayna qaata ama wixii qofka cadaanka ay canshuur bixinaya qaataa haddaad bankiga laynkiisa gasho gabdheheenna ama raggeenna laynka haddaan galno bankiga bal fiiri laynka dadka taagan 10 qof haddii taagan yihiin waa lagu soo wada eeg ya talow kanuna ma meesha wuxuu taagan yahay ma shaqaysteen ya canshuurtii aniga layga qaadhayay buu cunaa miyaa meesha wuxuu taagan ya haddayan nidaamka ka biqihayn oo aanay ka xishoonayn nidaamka ay samaysteen wuxuu ku dhiilaa saf ka bax maxaa dhacay iga saaraysaa saf ka bax dee ma shaqaysid wadanka waxba soo gelisa ka bax laakiin nidaam baa la ilaalinaya waxba la waa lanaga xishoonaya ya laakiin isha laynaga eegaya isha aasaa isha laynaga gudaya ya
marka nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam qaanuun mar hore u tujiyey alyadu lculyaa khayru min alyadi sufla, weligaa gacanta hoose isaa noqon daawoodi karto, gacanta hoose waa tan qaadanaysa wax baraysa, gacanta khayrkoodna waa tan sara wax siinaysa wax bixinaysa. Marka khayrun min alyadi sufla marka uu leeyahay khayrun, khayrkan waa caam macnaa ma aha keliya jannay gasho, waa dhici kartaa inuu gaal yahay kaaga khayr badan yahay, macnaa adduunkii kaaga fadli badan yahay, adunku kaa sarreeya, magac ahaanu kaa sarreeya, xoolo ahaanu kaa sarreeya, jag ahaanu kaa sarreeya, maamul ahaanu kaa sarreeya, xukun ahaanu kaa sarreeya, khayru min fi hadi lumuur kulla, arrimahaasoo dhan uu kaaga sarreeya. Marka walaalayaal, inaynu noqono way dad diintooda iyo kitaabkooda iyo hanuunka ku dhegan, kitaabkanba hanuun oo dhambi ku dhanyahay, khayr oo dhambi ku dhanyahay, ilaahay subxaana wa tacaala sacaada dunyaa wal aakhira muslimiinta xalkooda dhambi ku jiraa, meelahan haddaan joognana wayna caruurteennana ku dadaalno, taas ku ababinno, aabbaha iyo hooyadu isu kaalmaystaan, masaajidka ku xirnaataan, wax kaa hara oo legacy aad ka tagto oo xusuus aad ka tagto ya oo khayraadka iyo adduunka aada wax ka geysato, faqiir iyo gariib iyo miskiin iyo mid kuu dhow iyo mid ibnu sabiila aada wax ka samayso, oo aada noqoto ruux intaaji ah oo muslim ah oo gacantiisu sarrayso oo wax soo gelinaya, wax keenaya, naftiisa wuxuu anfacsanaya, bani aadamka iyo muslimiintana wax taraya, taasaad ku noqon kartaa ruuxii ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankan uu ku sawirayey ee uu rabay الله سبحانه وتعالى ان القران كو سو سارو الى الله سبحانه وتعالى توفيق ديسا نو وافجيو الى الله سبحانه وتعالى دبر يا دبر والدته با دافو الى الله سبحانه وتعالى كتاب القران كا ربيع قلوبنا الله كدغو الى الله سبحانه وتعالى ربيع قلوبنا الله كدغو اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. وأنكي إن شاء الله يا شيخين قيمها بلد العالية شيخ إدريس وأمهد عينينا إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى جانس كودوسي ما تبغالينا يصدقوك بلد أمهد إن شاء الله وحايا إسكوك أمهد عينينا ورالله شاشكو هلدا خارطا مرو مصطفى تيوري بصوبنا في قيقاتان فضل العلمنا إن شاء الله وأنكي الله أمهدي إلهي سبس إدريس أمهدي كمالها علمنا إن شاء الله نزل أبسول أمهد dhibaatadooda jirtooda insha allah magaaladu u duceeya insha allah magaalada waa socaysaa insha allah haddii isku dhigal tahay mid ama labo su-aal qofka wax dindaga ee jirto ayaa insha allah haddii dumarkiidiina qoraalka kusoo gudbiyaan hal su-aal qofka markaa su-aasha ugu adag wixii ragan hal ku saasiinina insha allah baarakum llahu fiikum wajazaakum allahu khayran ilaahi minuur insha allah tawfiqum soo qabnaata insha allah sheekh dumarkiski uu baha insha allah kalaamka tabkiyadiisii nolosha meesha looga yimid ayaa mudan in dulista insha allah إلهي بيجاك حسنا تعوصا رضي الله يبقى الله ويبنون إلا من أتى الله برب السليم سواء كان له كل جانب جانب تدسر له كل إن شاء الله جلسة أني ماشي عن أقوى وقرآن إن شاء الله جلسة الإيمان أجل في جسده الله نورك إن شاء الله يا أمرك وسكو حسوسي جلسة هذه إنه معنى إلى يدك نصاب ومن الله عبود رب سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما شاء الله. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا شيخي ولا لهبة آدي آد بدقوا مهد سنتهين حضورك إيماتك
وربا مقالوين يتولوين هلا كلنا نقصوا صفري إلهي سبحانه وتعالى خير هذه السيو رقية ضربة إلهينا توفيق ذي سهنا وفجيك وخيرك إلهي درتي سبوك جعلنا الله نقرقه إلهينا سبحانه وتعالى سيدو البيت كان إلهي نووك المية جنة ذي سهنا الله نووك المية إلهي جنة ذي سهنا نووك المية إلهي سبحانه وتعالى جنة ذي سهنا نووك المية إلهي دمك يلي دمك والدين تهم بها دافه إلهي قبتك أنها إصلاحي اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح أبنائنا وأبناء المسلمين اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين إلهي سبحانه وتعالى نقي قريهني المهني ضمركني حاسسكني عرورتنا والله إصلاحيه إلهي سبحانه وتعالى لما أنت بالله نصلاحيه إيمانك قلبك أن الله قد جيه جندي سنة الله نوقر نارتي سنة الله نقهيه إلهي سبحانه وتعالى ذاتك حنوصا عافي ماذا الله سيه ذاتك كربيسا كربضا الله كقاضه أذكر المهوسي وقل لأعداد إلهي سبحانه وتعالى هو توسيه إلهي ذريده هو توسيه باري الله وقلقه وجدك إلهي سبحانه وتعالى يستوك وتعالى الله كقلقه إلهي سبحانه وتعالى حلاشه نوي رزاقه حارانتنا الله نقهيه ومدى الصومالية ملك استوجيه وتدبك الله قدر قاضه قلوب تهدنا الله يستوجيده إلهي سبحانه وتعالى يستجي عليه سيه كو أخيارتها تلدى الله وقلقه وحي أردال الله كافيه وحي شرك وضا شرط وضا الله كافيه وحي عدو كو عدو الله نقا كافيه قدو يدي بدبو وحي عدو مطاس مسلم كو الله نقا كافيه إلهي سبحانه وتعالى وحي دبنا لدونا دبك وضا الله يكو علي ومطاس وحي دب لدونا دبك وضا الله كو علي إلهي وحي خير لدونا خير كهو فجيه إلهي سبحانه وتعالى توفيق ديسا نقصه وما أنت بجنة ديسا الله نقيه مسلمين ترى إلهي سبحانه وتعالى ملك استوجب من بلدان تود برواقين نبتقولي الله وقديه قارهان دلكني نقص سؤال نبتقولي برواق الله نوقديه إلهي سبحانه وتعالى نبتقولي برواق الله نوقديه ذلك الصومالية مالها كريعة إلهي سبحانه وتعالى يسوع سعيديو دلك وديه برواقين نبتقولي أنا الله سعيديو إسلام نمضي إيمانك ودنا الله وحوجيو وحي شرعي خلق الكوهينا الله كهيو إلهي سبحانه وتعالى أبارها يعلاه الله نقدر القاضي أباره يعلاه الله نقدر القاضي إلهي برواقه يروب يخير يرزق واسع الله نقو بالدر إلهي دينتي سه نقو صبا إلهي سبحانه وتعالى إيمانك يقرآك الله نقو عزيو الله نقو شرفه الدنيا آخرة الله نقو شرفه النبي أبد كان جنة الله نقو كل ميو إلهي سبحانه وتعالى أبد كان هاي صلاحيو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما إلهي سبحانه وتعالى توفيق لسانه وفجيه دعاء أننا الله أجيبه ذلك ذرية الله هي ذرية خير قبطه صالح الله سيه وحنوصنا عافي ماذا الله سيه قوة قربيسة قربة الله كغاض قبل بوحه وجعله أن يدي سكجره خير كالله سيه ولا لها مساجد كان خير كان وضعنا إلهي خير كهو وفجيه إلهي سبحانه وتعالى وحي أن يدوذ جعشا خير كان الله سيه مسجد كي رجيني يعني ماشي أدر رجيني سان إبستان إلهي دي يصيره إلهي سبحانه وتعالى يدين فضيه مال واسعه وتكتان كل عبادي ستان الدين دين أبو عبدستان الله يدسيه إلهي سبحانه وتعالى يدين فضيه كلمة ديننا الله مديه قلوبتنا الله يسجده إلهي سبحانه وتعالى توفيق الله هيدا وافجيه إلهي سبحانه وتعالى لما تبدع لنا الله يجيبه اللهم آمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وصحبه الخير أنت هنا قاعدة فريدة قف سؤال قام هذا ما خربت كنا قف ستين غلام ملاينا هذيك السيدة كاسة أم غلا ما قاعدة كوف فريدة أم غلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إلهي سبحانه وتعالى شيخنا جليل خير واحد فيو وحي ينود قي بصنا علمي بسنا الله وحده أنت كذب كل سؤال شو مسوي قريب لكن ما حنسلي هدي سؤال كلي علينا عرقة أيلي مهين لبس أروه إسقلا ما نويدي شيخ سؤال شو بحر يسوي حويا هاد الوقت يعني مشون قال لي رضو بهوب طاعته رجع واحد سؤال يسأل شو بقول كيبا صدم وحي حيران تمها قارن وي حيران قارن وي دايان أرين تاسو ما كان مقارسي سنتهي هو وإبليس وقطعته يلوي بدليان خلق إلهي مكمليهين وأرين سلا خطره والله فوضى استيميا يسوي كسه هل أنت حكم كيف
سؤاشة قيبتي للكوبات قيبت اللباد وحا الشيخ كهضلي والدك حقوق ليسا وملوين كبتشرتا منطقعنا من سهلاني مركا لبدا سؤال البهتو اللو سأعوض عامة سؤال أنا قيف سي سماه هو سؤال عام وان عام هاندتك ومتغن ويدين يشوحين ومتغنوا يفتوه هدي والدك قفكو وأدعون تكران كيساء وصن أنا أقول لك 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 ومعسيدي السفر بلانت هاي ومركة وحلا ترى يسد الله حليلة يقفكم تتابعان وادو تتابعي هذا الأبي هاي ووصن كو آمنين وحق وصينا يوك إساقا وأمري يقعان كلاسي أي أبقالو عهورتي سي حاس كيسي تتابعي فربضان ووصمي يخبرات أولي هاي وأبي هاي ووالدك يكون خلافه إلى هالمية أبا أما هويو أما أضعان كوسو مرعي أمعطان مرعي لكن قف كان يبرد بانو لأي هاي وان كاكوستي وان وانيي وحا عاد هاد داري قولات طالينا يسوحان رميسن هاي أعنوه إنو وح إلى هاي وستغاليكا هاي واستعمالي يسلا وحيارا كحلقات كمسيافي يوكي اللمدة وأي والدك أرينتا يسكو خلافان محاين نقون يسرعي يضنا سؤال غيرت هذا الموضوع خاص وحن كلامه سيرة عينيا مركا عالم كهدرت إنها إبتو واحد من ده حجاب كيدو مركو إنها يخففين واللي هرم ريجي ومر مركا قاركود وقال سيسيه روجة أنت كوه سيسان أي بقرد يا وحلا هالمالط هاي حجاب كاسنا محاط كورا لهذا الشيخ ونبو بهرين له رقي يضمر بيني كيهران حد يرسل الله يرسل الله أورانا يلي هرمري لكن أنا أقول لي أنا سواء السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله ولك سؤالي سا دان دي بقول سؤالي قبلها دقيستان حوغا قبلها قيلة كسوحة حقوضة صباحا كحوغا هلا يريو دمركا قبلها هلا ينا ديان قبلها كلينا وحد دقيستان وحوي وراك سؤال شيء سكواد أرنت أعطك هذا الشيء أو مر تلماتي أو تما شريط هذا قصة أصلا ما وحي قريسا هيركي الله سبحانه وتعالى ويري تما أصلح الحير أيام الله الهولي بدليل ده خلق إلهي لو يغيرون خلق الله من قريسا مثل وارن كسكية وكفضض لنعاء مارة حكمك أرنك لبعضنا وحوي والدك oo maaragtay mararka qaar kood wax la isku khilaafi karo baarin loo noqdo laakiin qof aad lacag u direyso oo ay mesela dhaleen ama walaal ah ama kale ah ay ku leeyihiin lacagta si adigana aad ogtahay in lacagtii uu si xun u isticmaalayo waalidkiina aad arrinka isku khilaaftaan maxay noqonaysaa yani baarinimadii miyuu xiyeelaysaa arrinka saddexaadna xijaabkii oo waayadan dambe la fududaystay saddex su'aalood buu walaalku soo dejiyay oo mararka qaar kood يعني قلنا إيو حيالك هوسية أي موقنا يان أما الأركي أما أي إماركتي حجابك يانو قاريهين مدكو واد وحوية تمها وحا تلماني إن حديث تصارورتي أي دي دي إن تمه قيبنا اللحيرو قيبنا اللداي حيالا هرتدقن كاوية تمها عربتي هورا مثلا تمها ويدي سجرين النبي عليه الصلاة والسلام سفادي سمركا أنا أخرينو waxaan arkayna timihiisu mararka qaar koodna inay joogeen dhigta kala barkeeda inay gaarayeen oo timaha laba oo dheer u laha oo gaara yaani dhigta kala barkeeda gaaray mararka qaar koodna inay kaba hooseeyaan oo ay garabka gaari karaan maana dhaqanki jiray arbaad wuxuu timaha inay deystaan timo dheer
أي ماركتي هجاجيان بل أحاديث قار كان نحن يقول عسان وليا قفكي تماله وتمي يعني ديستي هجاجيو ها قرحيو يعني معنا هشنليو هصبكو هجاجيو ها قرحيو ما قرن عسان مركا تماه ديست كودي وحنبا ملاها هدي هالكاس لغفيري ان هدي أي أي تشبهنا أهي اتكلا وقالنا لغاقا ديانين قاب قارا ويليه لنا هجاجيني ان لكن حديث عن المامي سائلا قيمنا لحير قيمنا للدين ومثلا قزعة حديث كويرة حضو وكلتها سيكون تلمان ومعنى دلق دنع هوسة وقفك كحيرية سيد هذا أنا رغم نقول لليه رأي انبضل دنعان دنعيبو حيرية دنعان والغ حيرية حوغا كورين والدينية حوغا كورين تاسو كلتو قطعا مده انو تغيير خلق الله بقريسة مده كرنو لكن كلي مركي أغيرتهاي يعني محرم بين قونيسا أما مركي أغيراتو مكروه بين قونيسا مركي أرنكاس وي أرنكان قد جينو مد الله بعد أو أي كحارة موبي سوحا وي التشبه بالكفار إن قفكي سؤكي سيو داد كارت ونمانك عيارتويد كوا هيسا كوا وحاس أو يغموذي لاداس كيرا laysu ekaysiyo oo iyaga loo ekaado tusaa u jaranaayki sidiisii loo runo ninka muslimka ah uu noqdo kaasuna wuxuu noqonaa tashabbu tashabbu noqonaya wa man tashabaha biqawmin fa huwa minhu khatar weyn qofku inuu maaratay su ekaysiyo waxyaala dhaqama ama gaara ay leeyihiin dad maaratay mushrikiina ama gaala ay leeyihiin marka dhalinyarada muslimiinta waxa la gudboon inay yaani dadka muslimiinta aanay ka soconayn sida asalka ah أنا سؤال كيسينين إتكاله ما قرأتي تبا هادو نكاد أن يرد أي ديسان أينا أهجاجي هادو وضحير أينا أهيرو أما أهيريستو أما أفضيستو لكن كل قد وضفضيو وآنو دينعنا كتقين دينعنا نافين دينعنا حيرين تاسو هالكا سنقوم بحيا وأنا أرهن دقا ماذا يعني لحيري رأي أرهن هادا ما رأتي الكاس تاقن ماها إركاس أرنك الله بعد أو كسابسن والدك والدك إن أضيعه أو لو إحسان فلو أرن أينك هذا لني أن هدي مركا وحلوك للدوينه مر والباب والدك اللي جمع عريسين يو وليسكو دي أن رهالي قريو سيابك لتلور رهالي قريو وح محرم اللي جمع أضيعه وحرانة أو والدك أوك أمره اللي جمع أضيعه أو إستجي هدي كله يكون تهيد وكله يقمر يسوق هذا مسجاري يسوق هذا مجاد يسوق ما لغو أدعيو لكن إسلام مرأهان تاس سيابة حيالة ديسان أو فرسميسان أو آن لغاق علي سيني أو آمارتي لغو باره نقونا يالله سميني حارانتي يالله سميني قفكو سقال روائنو مركاقو عيبوز تاسونا هالكا سوكري سوكري سايو هدو قفكان لحولي بابي إنا يقول لي يتوسو سي إسيابة كان لغو حيالة ديستو أيو أما إساق اللهم ريو أما والد كلو ليبو سيدي ولاالكو تلمامي كديبنا سيداس عاد كغبد بعد ان شاء الله تعالى والدك الرالي نمدي سيناد كوش حارانا هذا سمين اما وحمانا هذا نغو كالمين قفنا ارنك حجابك واصحوي بريها الدبي وحالا اركيا خاصة هبلها يرير هي قبلها دلين تير ان حجابك حوغا فضوضين ايان او مثلا مريوه وصوه كودقين اما هوا نغوض عمبور اما نغو ساكو اما نغو سروان اما نغو عالم ده كدي من كور أجيابة جلباب ير أو قابن هيك قاضته قبدي مرك أرين كاسو هدي قبده حبنا هذه وحكمه قنيا أما درك حديدي هنقطه ساكو كدجن هنقطه قانة كدجن هنقطه يعني مارة سروال كدجن كل جد حجابك ويدعو عيسى قبنا حجابنين بين النقنيسا قبلها مسلمات كإلهي تكبر قان وحين حجابك هذا ما يسترن ومريها وين اهو الى لقط جاريس وين حري او ان لغران كارين غبداس يعني حبنا هذا ان وحب لا سوسويك اما در حبنا هذه تلماميه نوع دون هنق اما سروال هنق اما 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 غون هنق اما وحكل هنق اما عنبور هنق وحو نقريا ارنا بناني من حجابنا غبداس مركز هذا حتى وحكل ورقة قادته أما كر أنت سر وجهك إيو ماركتي قارك سر أي ماركتي حتى الباب وين قادته هوسنا يحبنا هذه حديدين أما الله أركي كرو
arrinkaas wuxuu noqonayaa arrin xijaabkeeda dhaawacay. Gabdho waa inay dharkoodu ilaa madaxa ilaa jilbaha hoose, cerebta waa inuu aan jirkeeda waxna laga arag, dharkuna xadidihayn, khafiifna aanu ahayn. Shardigu saddexdaas, wixii saddexdaas dhaawaca ama khafiifnimada ama ku deganaanta ama wada daboolid dhaawaca wuxuu noqonayaa wax xijaabkii ka baxay. Wallahu tacaala. إن شاء الله وحنا كل حجينا سؤال شيء كتير من دينع ضمك إن شاء الله وحلا هذا سؤال شيء إن شاء الله هدي أنا مساجدك إمارة أنا جو على قبة واحد يبقى ما يجسوا جارا يو الحمد لله تاس شيوخ دينان وديننا إنه مذاهب تعلم ضو حلقة يا بيني كل جو انتهي أنا هنا بالبلد إذا كده أبور مرة ما قلت مركا إن شاء الله تعالى فتوى علم دينا راعى إن شاء الله. سؤال شكله وحيل هذا إن شاء الله أيدنا إمي سجرام أي ذهب كسكة كواجبته إن شاء الله إمي سجرام أي سكة كواجبته أوقف الدمر كله قرب إني كبي يسوع مركو قالوا كرام كذا ذهب كا الحمد لله زكاة ذهب كا ذهب كا وحي الله يستود ذهبهن أما كيد عن ليسكم خلاف سنة لكن ذهب كا لحده الدمر كوا أي وحرتان وروح ضه كاسا علمادو كوكلا دوين او اسكو خلافة قارنا يرادين سكوا كوة جويسة قارنا يرادين دهب كلا حرن ايو او كواردو ايسكو قرحين ايسو حليق اللي يرادو او ما زكو كموة جويسو قاركو دي رادين علمادو قارنا وعيرادو كوة جويسة لابدو با وحال اسكوا فقصية ايسا كذا دهب كوة شاني سديتن قرام قرام مركا لغو حسابي شاني سديتن قرام يوحي كبضن ايا زكادو كوة جويسة هدو يهي دهب كيد لو هاي استوصان شاقني ووصل هذا استقال لسكو ما خلاف سنة هدو يهي كان دو مركا والسكو خلاف سنة يهي وعانا حوق بضن انزلكو كوة جميسو مركا هاسا كذا هديك بحين شريس ديتن قرام وحي كبضن ايه كوة جميسا ويقيمين ايسا سند مركا كسو وريقتو لعاقت الدهب كو مركا مالين تاس او جوغو ايه فيرن ايسا لعاقت الدهب كو مالين تاس او جوغو ايه كود فن ايسا انت ايساتو بغل قرام لو بغلو جرام شم بغلو جرام وحوي هاي داب جيدو كدبنا ربع العشر اللي كان بيحنا سعب اللواء يبر بغل كيبا اما كون كيبا شان يلا باعتن هدو دهب كاسو نغضو يا شان كون هدو او نغضو ومثلا دولار شان كون او دولار هدو او نغضو كون كيبا شان يلا باعتن بيكا بيحنا يا بغلو يشان يلا باعتن بامركا بحاج شان تاكون بغلو يشان يلا باعتن دولار باكا بحيسا وهكذا ساس يكون حسابين هسا ده طبعا كنا دولار نقطه لما بقول يكون تون دولار لكن بحيس زكاة مركز سنة وكسو وريكتو وحيك بدن شن يزدي تجرام والله أعلم. أي كل إن شاء الله سؤاله وحنا قلنا ده وقت وسيلة ما ذي لك سؤالك ما دام إن شاء الله ولكن عبد الله موكا يكسو قبل قبل ده إن شاء الله ياكم الله سؤال ده إن شاء الله أنا علمت لو بقول ده أنا مشي علي على وعي كلام إن شاء الله الله يبارك. ragana waxa uu khusaysaa hadda waa iyaga bidaartii samaysanaya
دمر كنا واحد وخصيصا هذاني كبدار تلا يجو كبقايا هذك أنا كم بقايا هذا مركا يجو رواين وتمويش أن سؤال شهرة خصها بسبب قريها يو إبست كودة أن رنت قريها لو إبست الربا ده ولا أجيها وحي الربا ربا وحي عبد الله سلوا وافقه ومحرم أن علماء قاربا يري علماءه ورقم عصرين تها وهذه ضرورة أما حاجة أنت ما ضوى ليلي كلا لكن علماء أنت هذا بدري ويكون خلافين حين يرادن واحد ضرورة داس أما حاجة داسين بشرته oo riba loogu dhici karo oo riba loogu dhici karo marka waxaan u maleynayaa wadankiina iyo rag iftooda waa jiraan in caalam islaam ama iftaah al-arabi rag iftooda waa dhici karta inay jiraan laakin arrinkaasu ma fududa yaa lagu degdegin ee culimadiina insha Allah ta'ala kala tashada ama xaaladda koomunku ama dawladdu ay wax ku qadayso taas anigu sifadeeda ma aqaan bal culimadiina insha Allah ta'ala kala tashada doktor Cali iyo rag la midka iyaga tafasiisha si fiican insha Allah ta'ala idin ka dhirjinaya midan ku saabsan timaha ma la beeri karaa ninku haddu bidaar leeyahay Turkiga ma la aadi karaa ama meel kaleba Turkiga iyo meel kaleba hadii aad ka helayso wax dhaba ma la insha Allah ta'ala sayir aadan culimadu inaad timaha ku beerto timahaagi dambe laga soo qaado tumanka lagu beero insha Allah ta'ala hadii arrinkaas oo maaragtay xoogaa adiga islaanti suukin soo dhaweynay wax dhaba ma la insha Allah ama gabdhaha shukaan sanay suukin soo dhaweynay إما له إن شاء الله والله أعلم. أنا سوق من قبل بس ما بقولي بس إن شاء الله. سؤال إيش أنا كنت قريت قيت الدمر كتيميل سوق من قبل هنا ما دام على برق السين اللي بلد حوالي مرة إن شاء الله وسوق من قبل هنا حلينا إن شاء الله. يبدأ بحلا هذا هاي هذا يوقف جنسها مايا أو دمرة أو ويل أولاد تنتو كده إنه كتبت كان أيد ولا قابين وحده وبدأ ملاذة إن شاء الله. الحمد لله. زنا هدي أي كود عضو قبدي أما نكي إيغو أو آن قورو هرمارين توبادو محين نقونا إسا أرد توبادو وافران تهي الحمد لله إلا قرحدو أي كصوب حضو قرح دعا أما نفتو أي كالحماها تمادو وحاوي توبادة إلهي سبحانه وتعالى باب كيدو وافرين إن الله يغفر الذنوب جميعا مركا أرتوى خير دو إلهي توبضوا وفجيو ذاتك زندوا ودنبي أدوين أدحن وانتين هداي يعني آيدين وخيرين كم بداي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل إلهي وحير هو دوانينا هو دوانينا مضحكو صغرتنا يعني وحيالها حتى هردعوا النغنكرة إلا انهرتا قبضي إيو ننكي هداري إسأرك أما ميل كو ذا كل منه كو كريئيسا سيزن أو دعيسا يا ما هو ذا كدعيسا تلافنك تلافنك ما زين رسمينا يا بس انترنت قال يسوس ومرنا ما صورت قال ما ها مركا زينو حي دعيسا مركي لبضا الروح كل ما أو ميل سوي مادن ميل كو كريئيسا تاسوي مركا هبو تاسا بالديدي ميل اللي كو كل ما اسكدها زينه سنة دواء وأرقل أرن وين horta wiil iyo gabar ama nin iyo aha gabar yey meel ku wada kulmin aan mahram su'aayn ama aan maarad isku yey meel ku gaar ah labadooda la kaliyeeyo meelaha maxaafisha iyo suuqyada iyo kulowda maraya taas wax dhaw maray qofal bidantiisa u maray laakiin labadooda inay ama hal gaari ama hal qol ama hal xafiis ama hal guri ama hal hatta elevator hatta هيسك هذي اللي بضل كلي يكون هذا هوجن هوين كلي جد بنان كريستان ولقى هوين هلا كلي جد إلا ميل محفل موي ذيك اللي نفتح الموتين شيء دانكو حكا وقارص ذا مركي لا ما خلا رجل بامرأة شوف النبي عليه الصلاة قاعد ما خلا رجل بامرأة ما خلا معناه واحد يسرق كلي يستيون labood kaliye joog meel kasta ba joogan ma hayne gur kaliye inta isku soo xirteen ma meel gaar ah hata xafiis kale labood kaliye tii sabax ya marka wala taqrabu qas haba us soo dhow sayrada somar hor dhacadana ha sameeyin hadii kale iyada ku dhacaysa marka waa arin culus hadii laakiin qofkii ku dhacay ka toobad keeno toobadu way furantahay إلهنا توبة الله إلهنا توبة الله هو فجيم أرجع قبل دي هذه كل عظيم
حد بيلاذ هاي هاي استرتو دي عن يعني إلهي سبحانه وتعالى كشفه إلهي استري يدون هاي استرتو إلهي نهوة وبط كينتو هدوني هاي نساس وكلاتو إلهي سبحانه وتعالى هوة وبط كينا يانا ملور مقن أسمابي سنع لقفه قايدو والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى رسوله سبحانه الله يفديه.